ونحن حاليا بانتظار النتائج من الكنترول روم. زينب، زينب انت بمنطقة الخطر مع الأسف. أحمد، انت بمنطقة الخطر أيضا. مريم، انت بمنطقة الخطر أيضا، منطقة الخطر. سماح، جبتي أعلى درجة وأنت بأمان، مبروك عليك. أسماء، أسماء أنت بمنطقة الخطر. حيدر، أنت بمنطقة الخطر أيضا. نور، منطقة الخطر أيضا. ستيفن، جبت ثاني درجة وأنت بأمان، مبروك. الكل وقع بذوقه وأصالته، والكل رجع بالذاكرة لوالدته لو البيبيته، وأيام البساطة والطيبة العراقية الحقيقية، والحنين للماضي كان أحد مفاتيح النجاح اللي ظفروا بيه كل من سماح وستيفن اللي تميزوا بأطباقهم بهاي الحلقة. هالشي ضمن مقاعدهم المريحة بمنطقة الأمان بعد أن حصدوا ثمار تفوقهم بأعلى التقييمات من قبل مثلث الإبداع. جرس الإنذار اندق، وميدان مصنع الطهاة لا يعرف المجاملات، والقادم صادم. مبروك مرة ثانية لستيفن وسماح، وحظ أوفر للمتسابقين البقية.